ما هي كفارة الإفطار عمدا في رمضان أكلا أو شربا؟ الجواب انتهاك حرمة رمضان حرام لا يجوز على وجه الإطلاق، وأخذا بالرأي المعتبر في المدرسة المالكية وحتى عند غيرها من المدارس، ليس الكل ولكن عند بعض المدارس الأخرى، الكفارة لازم قضاء يوم زائد صيام كفارة مقدرة بستين يوما، يعني أدي غرام يونواس وذي يوزوم ستين يوم وين يفطر، يعني يرزى رمضان يتعدى في الحرمة رمضان عمدا ما يعمث. إما إلا إذا كان فطر وكذا عمدا وبعدين ربما فيما سبق ولكن ضرب كتاب والآن ما يقدرش يصوم، ما يقدرش يدير الكفارة، يعوضها بإطعام ستين مسكينة يجتهد باش يقضي نهار على الأقل لأنه فطر فيه ونهارين ولا ثلاثة ولا، وزايد الكفارة نتاع هذا الانتهاك لحرمة رمضان لازم إطعام ستين مسكينا عند العجز عن الصيام، صيام الكفارة أكا. والحمد لله رمضان يسعى الحرمة ثم قرانت ماذا بك سنفك زال سنفك الحرماس، وإذا كان الإنسان فطر خطأ الحمد لله ربي سبحانه لا يؤاخذنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وفي رواية إن الله تجاوز عن أمتي، يعني ربي سبحانه عز وجل لا يؤاخذ ما يحاسبش اللي غلط، يقضي يوم وفقط، يقضي يوم حتى ولو كلا خطأ. هذا رأي معتمد عند السادة المالكية، عند غيرنا من المدارس عند المدرسة أخرى مثلا عند الحنابلة يعني فإذا كان خطأ فقد أعمى الله وسقى، يعني ترجموا هذا الحديث بهذا المعنى. ونحترم جميع الآراء الفقهية، جميع آراء السادة الفقهاء، ولكن الذي نرجحه هو ما يراه السادة المالكية أن الإنسان فطر نهار لا يؤاخذ، لا يحاسب لأنه خطأ صدر منه خطأ، ولكن إذا كان فطر نهار والشهر عنده 30 يوم معنى صام 29 يوم لازم يكمل يقضي ذلك اليوم. وطبعا قضاء يوم واحد أو يومين الأيام اللي غلط فيها الإنسان ليس في ذلك أدنى حرج، يون ما إلا يفطر يتشانغي سوا يغلظ من الميفوك رمضان أذي غرم كان يون واس دايا.